السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة علم والمعرفة. رجينا لكم بفيديو جديد النهاردة يا جماعة. معانا عصافير الكناريا، وهوريكم البيت بتاعهم والزغاليل بتاعتهم. دولت ذكر وانتاية والمولود بتاعهم اللي كبر. وعندكم هنا دوت الذكر والنتاية بتاعته جوه قاعدة على البيت. هوريكم طبعا برضك هي بتطلع اهي. افرجكم الزغاليل الصغيرة اهي. ديت البيضة صغنططة، ودي شغالين صغيرة اهي. دي زغلولة اهي. سنتولة اهي صغنططة، بسم الله ما شاء الله يعني. وعندنا هنا دول برضك عصافير كناريا، بس من اللي هما اللي بيسموا بالاسترالي اهم. زي ما انتوا شايفين كده مشروع جميل. هوريكم هنا برضك كمان برضك بصوا هنا هو ذكر وانتاية والسغاليل بتاعته الصغنطوطة برضك. ربنا يخلي ويتمم بخير وبالبكاري ان شاء الله. نبارك للعروسين، مبروك يا عروسة انت يا عريس. طبعا هنا برضك ايه نفس الحكاية. ودولت اللي انا قلت لكم هم عليهم، دي زغاليل صغيره كبروا اهمت ما شاء الله. بصوا بيبوسوا بعض اهمت، وياكلوا بعضهم اهمت، بيحبوا بعض قوي. واخر انسجام يعني اخر انسجام. بصوا دخل جوه هم على الذكر والنتاية، دخلوا جوه عند الزغاليل الصغيره. وهنا نفس الحكاية برضك، ده بيت تاني لعروسين تانيين ما شاء الله. عندنا هنا العرايس كتيرة اوريكم دلوقتي. طبعا بنفتح بالراحة عشان مفيش حاجة تقع. بسم الله ما شاء الله اهو. ادي البيض اللي نايمة عليه اهي، نايمة على البيض بتاعها. وربنا كم ان شاء الله يكرمها كده وتطلع السغاليل الصغيرة. ونبارك لها بردك على المولود، ونعمل لها هاتيبات زي تويو. وكل سنة وانت طيبة، حاجة جميلة جدا. وعندنا هنا برضك اتنين تانيين هم استرالي اهمت اهمت طلعوا اهمت.
اهو مش عارف جبت 13 يوم منه ثلاثه منه اهو لا تاخد جزء من العيد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.